السلام عليكم، معكم نبيل. النهارده هنتكلم عن 5 تنبؤات من افلام الخيال العلمي، فخدوا اقول. رقم 5، عربيات ذاتية القيادة. حد فاكر العربية الأودي اللي كانت في فيلم أي روبوت؟ الفيلم ده إنتاج 2004، في الوقت ده كانت فكرة عربية تمشي من غير سواق كانت خيال علمي، لكن دلوقتي بقت فكرة العربية اللي تمشي لوحدها مش مفاجأة. ففي شركات زي تسلا ومرسيدس وبي ام دبليو بيبيعوا عربيات بالخاصية دي، ودرجة أمانها عالية جدا قايمة على الذكاء الاصطناعي. وفي شركات دلوقتي زي أوبر بتطبق الموضوع قيادة الآلية وبدأت فيه بالفعل. هو في عربية لسه خبطة 6 من كام يوم، بس الموضوع لسه مكمل. رقم 4، الموبايل. ظهر في فيلم ستار تريك سنة 66 جهاز للتواصل شبه الموبايل في زمن دلوقتي، وكان في زمن الفيلم الناس ما تعرفش غير التليفون أبو بكرة، فكان بالنسبة لهم حاجة رهيبة. حتى شركة موتوريلا اللي هي أول شركة في العالم تعمل تليفون محمول عملت إصدار لتليفوناتها وسموه ستار تاك. رقم 3، الفيديو كول. في أحد مشاهد فيلم باك في فيوتشر اللي نزل سنة 89 كان في مكالمة مرئية حصلت ما بين مارتي ومديره، وبرضه ظهرت في فيلم بليد رانر اللي نزل سنة 82. وما ظنش ان في وقت فيلم بليد رانر ولا باك تو ذا فيوتشر كان في سكايب ولا في ستايل. رقم 2، طباعة ثلاثية الأبعاد. في جزء من أجزاء ستار تريك اللي نزل سنة 87 ظهرت آلة اسمها ريبليكيتر اللي كانوا بتحول أي تصميم لشيء واقعي، ودلوقتي معروفة بثلاثية الأبعاد أو 3D برينتر. ممكن تعمل بيها أي حاجة زي حاجات كتير، فممكن تصمم من كفر تليفون لموتور عربية أو حتى أعضاء بشرية. رقم 1، الـ VR أو الواقع الافتراضي. فيلم ماتريكس قايم كله على فكرة إيه اللي هيحصل لو الوجود نفسه عبارة عن محاكاة للواقع، والنهاردة في حاجات كتير زي بلايستيشن VR مثلا أو HTC 5 أو سامسونج جير VR سمح لنا نعيش في الواقع الافتراضي ده. وفي مشروع دلوقتي من فيسبوك لإجراء مكالمات VR، فمن خلال الـ VR ممكن نعمل حاجات كتير، فممكن نروح السينما أو نكون جوه لعبة أو نسافر مكان عمرنا ما رحناها أو نعمل حاجات تانية. وفي النهاية شكرا ليكم، دوس لايك لو عجبكم الفيديو وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، وخدوا وقتكم.